اهلا بحضراتكم من جديد، ومعايا بيسعدني ويشرفني الناقد الرياضي الاستاذ احمد الاحمر، منورنا. ده نورك يا استاذ مينا، وانا سعيد اني موجود معاك ومستمتع جدا بقناة نادي الزمالك ربنا يخليك. والكلام الجميل اللي بدأت بيه الحلقة والمداخلة الجميلة مع عم استاذ صلاح صلاح، عبد عم الله. صلاح عبد الله، حاجة جميلة، يعني حاجة جميلة وكلام طالع من القلب وحاجة حلوة لما الفنان كده بيعبر عن انتمائه. لما يقول انتماء ما في فنانين تفرقلوش كتير، اي حاجه ولا حاجه. يعني في فنانين كتير يقول لك لا انا مش عايز احسب نفسي ومش عارف ايه وكده، بس بتبقى جميله لما بيعبر عن انتمائه. ما كلنا يا زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي اتحاداوي، في حاجه جميله جدا، وكان كلام طالع من القلب منه. فيعني كانت مداخله جميله، واسلوب حضرتك في اداره الحوار معاه والمداخله كانت جميله جدا، ربنا انا يخليك، استمتعت بيها ده بجد. شرف ليا، ربنا شرف يخليك. لي. قبل ما ندخل في المعمعة وكمية ورق قدامي، استأذنك معانا مراد أبو جلالة، مراسلنا ومراسل قناة الزمالك، خلينا نقول المجتهد مراد، اللي دايما ما بيبخلش علينا معلومة من فندق إقامة نادي الزمالك بالإمارات. اتفضل يا مراد والمايك معاك، وطلعنا على ما كل هو جديد. كل التحية ليك الزميل العزيز والمتألق على شاشة قناة الزمالك، الزميل مينا ماهر. كل التحية لجميع جمهور الزمالك العظيم في كل مكان في مصر والوطن العربي، بالتأكيد يمينا من هنا من مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللي بيستعد إن شاء الله لخوض الدورة الودية الثانية غدا إن شاء الله على ملعب استاد المكتوم، دور كأس دبي للتحدي، واللي بالتأكيد يمينة يمكن لاعبو نادي الزمالك النهارده خاضوا تمرين الساعة 7:30 هنا بتوقيت إمارة دبي، يمكن على الملعب الفرعي لاستاد المكتوم اللي يقام عليه اللقاء غدا إن شاء الله. يمكن كان ملامح التدريب كده، كانت تدريبة خفيفة يمينة عشان خاطر اللعيبة كانوا عندهم لقاء طبعا الأربعاء، أمس الأربعاء امام نادي ام صلال القطري، فكان كابتن معتمد جمال يمكن حاول ان هو ينزل الحمل البدني شويه، وكانت التمرينه خفيفه علشان يمكن الفريق يكون فايق وفريش لمباراه الغد ان شاء الله، ديربي من دربيات شمال افريقيا بالتاكيد، الزمالك في مواجهه الرجاء البيضاوي المغربي، يمكن على طبعا قبل نهائي بطوله كاس دبي للتحدي. يمكن المؤتمر الصحفي للبطوله بطولة يمينة كان صباح اليوم النهاردة، ويمكن حضروا كابتن معتمد جمال وكباتن الفريق كابتن شيكابالا وكابتن عمر جابر، ويمكن تقرر إقامة المباراة غدا إن شاء الله هنا على ملعب استاد المكتوم، على أن تقام مباراة الطرف الثاني، مباراة نادي أهلي جدة السعودي مع أوهان ثري تاونز الصين إن شاء الله يوم السبت، والفائز من هنا هيقابل الفائز من هنا إن شاء الله بإذن الله يكون نادي الزمالك في النهائي يمينة. يمكن عايز أقول لك أيضا إن يمكن كان في جلسة كده للدكتور حسام المندوب والأستاذ أحمد خالد حسنين رئيس بعثة نادي الزمالك هنا في الإمارات مع لاعبي نادي الفريق علشان أو لاعبي نادي الزمالك علشان يحفزهم قبل خوض لقاء غدا إن شاء الله، ويطالبوا اللاعبين بالفوز وطالبوا اللاعبين إن هم يحرزوا البطولة ويعوضوا طبعا الجمهور عن بطولة نادي الوحدة. ولكن يمينة اتكلموا وقال يمكن كان لنا حديث جانبيه كده مع الكباتن، وقالوا ان يمكن من احدى السفادات الدوره ان انت قدرت ان انت تطلع لعيبه شباب زي محمد السيد، زي احمد زكي، يمكن ايضا عوده اللاعبين المصابين زي محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وايضا محمود علاء اللي شارك في مباراه ام صلال القطري. فدايما التجارب الوديه دي بتخليك تقف على نقاط القوه والضعف، وطبعا بيكون فيها استفادات لعوده اللاعبين المصابين ان شاء الله. يمكن الفريق هيتحرك بكره من فندق الاقامه الساعه الثانيه هنا بتوقيت الامارات، هيتجه ان شاء الله للاستعداد لخوض المباراه الهامه امام نادي الرجاء البيضاوي. عايز ايضا اقول لك ان يمكن جماهير الزمالك او الجاليه المصريه هنا استقبلت الفريق بحفاوه كبيره جدا في اماره دبي، فور وصول الفريق من ابو ظبي الى دبي كان في استقباله جمهور الزمالك العظيم، ويمكن الجمهور بيجوا عند فندق اقامه اللاعبين علشان يلتقطوا الصور التذكاريه مع لاعبي فريق نادي الزمالك، وخاصه طبعا قائد الفريق كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا اللي يمكن كان منذ قليل كده كان مع بعض الجمهور المحب اللي جاي علشان يلتقط الصور التذكاريه مع كابتن فريق نادي الزمالك.
الزمالك. يمكن ايضا زميلي مينا عايز اقول لك ان الروح المعنويه بلاعبي نادي الزمالك يمكن مرتفعه، رغم زي ما احنا عارفين خساره بطوله الوحده الدوليه، ولكن الروح مرتفعه نظرا لي زي ما اتكلمنا في البدايه مينا ان الغرض من المعسكر ان انت تحط ايدك على نقاط القوه والضعف، وايضا عوده اللاعبين المصابين للمشاركه من جديد مره اخرى. بالتاكيد هنكون معاكم بكره ان شاء الله قناه الزمالك نقله اللقاء على شاشه قناه نادي الزمالك، هنكون معاكم في الاستوديو التحليلي ان شاء الله مينا باذن الله. ويمكن كده عايز اقول لك ان حاله تفاؤل كبيره في معسكر فريق نادي الزمالك، وكل الامنيات الطيبه للفارس الابيض بعمل دوره وديه الثانيه ان شاء الله بشكل مميز جدا يليق باسم نادي الزمالك الكبير في الوطن العربي. يمكن زميل العزيز مينا ده كان كل ما لدي من هنا من داخل فندق اقامه لاعبي نادي الزمالك. الان اطير اليك داخل الاستوديو، طبعا زملكاوي، لك الكلمه زميل العزيز مينا. حقيقه مراد بشكرك شكرا جزيلا من قلبي، واكيد كل الزملكاويه بيشكروك، وفيت وأديت، وزي ما احنا متعودين منك دايما بتعيشنا أجواء نادي الزمالك، وإن شاء الله يكون وشك حلو على فريقنا. وبكرة مستنيين منك لقاءات، مستنيين منك شغل حصري زي ما احنا متعودين منك، لأن بكرة زي ما انت قلت قناة نادي الزمالك هتبث المباراة غدا أمام نادي الزمالك وفريق الرجاء المغربي. أستاذ أحمد، تعقيبك على الأجواء والكواليس وكلام مراد من حيث بطولتين وديتين أخفقنا في الأولى، ولكن أكيد نادي الزمالك تقريبا استفاد منها بشكل كبير، والبطولة الودية الثانية هتبدأ بكرة مع الرجاء المغربي المباراة الأولى. وطبعا نشكر زميلنا مراد على الرسالة اللي قدمها لنا النهاردة، لكن هو قال كلمة مهمة جدا، والكلمة دي يا ريت توصل لجمهور نادي الزمالك يكون فاهم ايه الغرض من المشاركه في الدورات الوديه ديت. طبعا مجلس اداره نادي الزمالك نجح ان هو يوفر دورتين وديتين في فتره التوقف ديت لنادي الزمالك، ده حاجه انا بشكر مجلس اداره نادي الزمالك عليها، وده نجاح. اولا هي تسويق لاسم نادي الزمالك، ان انت تخرج وتلعب الماتشات الوديه ديت في الظروف اللي انت عندك غيابات لعيبه ولاعيبه راجعه من الاصابات وتجرب لعيبه، هي الهدف منها زي ما قال مراد، الهدف منها تجربه اللعيبه. حتى لو شفنا تشكيل الزمالك في الماتشين كان في تغييرات الكابتن معتمد جمال عاملها، انت بتشوف لعيبه جايه، في لعيبه ناشئين، شفنا محمد حسام بيسو ومحمد السيد بالاضافه اللي موجودين قبل كده نيمار وحاتم سكر موجودين، والتشكيلات كانت بتتغير في الماتشين. فانت رايح تلعب الدورات ديت، شفت محمود حمدي الونش ظهور بعد فتره غياب كبيره جدا، فانت رايح تلعب الماتشات ديت عشان تقف على بعض العناصر اللي موجوده عندك، تجرب بعض الامور داخل الفريق، عايز تجرب فريقك، تشوف اللعيبه الصغيره دي هتنفع تمشي ولا لا، لان كان موضوع القيد طبعا اللي تم حله ما كانش لسه في قرار نهائي، فكان لازم تدور على العناصر اللي عندك، تعرف انت مين البدلاء اللي ممكن اللعيبه اللي تدخلهم خلال الفتره ديت. فانا شايف ان جمهور الزمالك لازم يكون واعي للنقطه ديت، ما يمشيش ورا بعض الكلام اللي بيتم تداوله على السوشيال ميديا. صح. ان الزمالك خسر، لا الزمالك، لا هو الزمالك مش خسر، هي الهدف من الماتشات الوديه ديت ان انت تجرب. وبعدين انا بلعب بناشئين، بجرب اديت فرصه للناشئين، بجرب فرصه للعيبه كانت بعيده فتره كبيره جدا عن المشاركه في المباريات، بغير التشكيل من مباراه لمباراه. ممكن احنا شايفين ان الزمالك فريق كبير ولازم يفوز بكل المباريات اللي بيلعبها، والزمالك لازم يفوز باي بطوله يشارك فيها، لا في توقيتات انا بلعب عشان افوز. حتى لو شفت نتائج الزمالك في الكونفدراليه، هنلاقي الزمالك متصدر في الكونفدراليه وماشي بشكل كبير جدا، نجاح كبير جدا. مش فارق لي الاداء بصراحه، يعني انا واحد من الناس مش فارق لي اداء الزمالك في الكونفدراليه، فارق لي ان انا اوصل. يعني انا قبل كده كنت بلعب حلو، وزي ما احنا بنقول يا فرحتي، يعني بلعب حلو وما بصعدش، فانا دلوقتي بلعب اداء مش مقنع، ولكن صعد ان شاء الله مباراه القادمه تحدد المركز الاول والثاني، ان شاء الله نصعد اول، نسهل الماموريه بشكل يعني. شوف حضرتك بتقول ايه، احنا مر اربع جولات وفاضل ماتشين، بنتكلم على احنا بنلعب اول ولا تاني، احنا كان بنوصل لحد الجوله الاخيره، الزمالك لحد مش ضامن اصلا التاهل، وكان بيخرج في الثواني الاخيره، بنتفرج على نتائج الفرق الاخرى الفرق الثانيه يعني. ومستنيين ده ومش عارف ونخرج ونزل، لا انا دلوقتي واقف ان انا البطوله الرسميه اللي انا عايزها، لا انا واقف على ارض صلبه فيها بتحرك فيها بنتائج وبتحرك بيها بادي فيها، وعارف الهدف بتاعي رايح فين. الماتشات الوديه اللي معموله دي ماتشات وديه قويه، احسن ما تلعب ماتشات وديه ضعيفه، بالعكس انت بتلعب ماتشات وديه قويه وتخسر فيها، فبيبان لك نقط ضعف، بيبان لك لعيبه. انا ممكن اشوف لعيب في التمرين او في الماتشات الوديه الضعيفه متالق، لكن يجي في الماتشات الكبيره والماتشات الصعبه والجمهور كمان والجمهور وضغط الجمهور والكلام ده كله ما يقدرش يأدي، فتخدع فيه. بالعكس انا لما بلعب النهارده قدام الوحده
بلعب قدامهم مصلاه للقتل اتنين فرقتين كبار برضه بيستعدوا هم كمان فتره توقف عندهم، فرايحين بيجهزوا نفسيهم عشان كاس اسيا شغال دلوقتي، فعندهم نفس التوقف ونفس الظروف بتاعتنا. فانا يعني شايف لا بالعكس الماتشات ديت مفيده جدا، حتى لو لا قدر الله بكره قدام الرجاء النتيجه ما كانتش ايجابيه، بالعكس انت رايح تستفيد رايح تجرب. واعتقد ان الكابتن معتمد جمال هيلعب بتشكيل ثالث جديد في مباراة بكرة لأنه بيجرب في النهاية برضه، وحاطط اللعيبة تحت ضغط إن أنا أدي كل واحد فرصة عشان لما أرجع ويرجع لي اللعيبة الدولية أبقى أنا محدد ملامح التشكيل الأساسي بتاعي، أقدر أقف على نقاط القوة والضعف بتاعتي خلال الماتشات ديت. لما لاعب فريق مثلا درجة رابعة أو درجة فريق صغير سواء جوه مصر أو بره مصر الشباب مثلا مش هيديني حاجة. أنا الماتشات لما باجي اعمل الماتشات الوديه الصغيره دي بعملها في فتره الاعداد واللعيبه مش جاهزه بدنيا، بعمل حاجه اسمها ماتشات تدريجيه لحد ما انهي الموسم بماتشات كبيره. يمكن انا في نص موسم وكان عندي مشكله قيد مش عارف يعني الزمالك الاداره شغاله عشان تحلها بس هي اتحلت بس كان وانا شغال بعمل الخطه واداره الزمالك والجهاز الفني مش عارفين هتتحل امتى. صح، انت بتتكلم كمدير فني او جهاز فني في حين ماشي بارلل او بالتوازي مع مشكله فكره مع مشكله كي. لازم يبقى عندي بلان بي ابقى شغال عليها. صح، فالراجل اشتغل طلع الناشئين اعتمد عليهم، ممكن يجي لي بكره لعيبه كبار لعيبه عندها خبرات خاصه القيد اتفتح واداره الزمالك شغاله في الملف دوت عشان تدعم الفريق بصفقات كويسه جدا خلال الفتره الحاليه. احنا بنتكلم في حوالي يعني خمس ايام او اربع ايام يناير يخلص ونبقى عارفين كل حاجه. انا لازم كنت اشتغل على بلان بي ان انا اشوف اللعيبه دي واجربها في ماتشات كبيره عشان لما ارجع الدوري مش هيبقى فيه رحمه ولا بطوله افريقيا هيبقى فيها رحمه. فكان لازم احط لعيبه تحت الضغط دوت اقف على النقط بتاعتي. فانا شايف ان هي ماتشات قويه مفيده لنادي الزمالك في الفتره الحاليه ما نقدرش نحاسب عليها. بشكر الكابتن معتمد جمال ان هو مستحمل بعض الضغوط، حتى يعني للاسف في بعض المناوشات اللي بتحصل معاه من الاعلام حتى ولو بيظهر وكده. ده ما بيسيبش حد يعني مش سايب صلاح بيفاوضوا مدرب جديد مش عارف بيفاوضوا مدرب جديد. انا بشكر الكابتن معتمد جمال ان هو ردوده عقلانيه، انا تحت امر نادي الزمالك برد دايما، انا تحت امر نادي الزمالك وده بيتي واللي الزمالك عايزه انا هعمله. طب ما نسيب الراجل شغال هو مركز دلوقتي، سواء جه مدرب اجنبي ما جاش مدرب اجنبي، هو راجل جه وعارف ان هو مدرب مؤقت مش عايز يخسر نفسه، هو مش عاوز يخسر نفسه. ممكن تكون اختياراته بعض الاوقات ممكن تكون مش صح، استعداداته ما كانتش على الوجه الاكمل، ولكن يعني ايا كان الناحيه اللي بنتكلم فيها الراجل مش هيخسر نفسه. ممكن تكون الظروف مش مساعداه، ممكن يكون هو دلوقتي اختياراته مش مساعداه، ولكن في مدير فني اجنبي او مفيش، هو ده الوضع الحالي للزمالك. كنا بنشجع الزمالك ومفيش قيد ولا في اي حاجه، دلوقتي القيد اتفك نتكلم على اللعيبه. ما هو موضوع وده اللي عايز اتكلم معاك فيه، انتهاء ازمه قيد نادي الزمالك بشكل رسمي شايفه ازاي؟ ومبالغ بالعمله الصعبه يعني مش عايز اقول عارف احنا بنقول ايه، مبالغ اوفر يعني احنا بندفع بنتكلم في حوالي 2 مليون دولار نادي الزمالك دفعهم بالفعل او بيدفعهم لتسويه المشاكل ده سبورتنج لشبونه لوحدها بنتكلم في 2.5 مليون دولار. فالمشكله دي بعد ما خلصت بنتكلم ناس عايزه لعيبه ولعيبه بارقام، في حين ان سوق التنقلات دلوقتي اقل لعيب بالعمله الصعبه برقم مرعب. فشايف البلك من المشاكل دي ازاي؟ والله انت جيت على نقطه انا بعتبرها جرح يا استاذ مينا. جرح كبير جدا. كان المشكله الاول نفك القيد وخناق على فك القيد. طب فكنا القيد هنجيب مين لعيبه؟ اولا السوق المحلي هنجيبهم ازاي؟ يعني انا موافق معاك نتكلم هنجيب مين واقعد براحتك ونتكلم والورق قدامنا لعيبه بالكوم ماشي، هنجيبهم ازاي؟ لا بس انا عندي نقطه، اللعيبه مش كتير مش زي ما الناس متخيله، لان كل فريق في يناير فتره يناير بتبقى اصعب من فتره نهايه الصيف. فتره يناير دي كل نادي عاوز يدعم نفسه على السوق المحلي، عايز قوي عن على السوق المحلي، فعشان تروح تاخد منه لعيب لو هو هيسيب اللعيب ده في نهايه السيزون بجنيه هيسيبه لك في يناير ب 10 جنيه. طبيعي. مش هيعمل كده. وانت عندك ازمه اصلا. وانت عندك ازمه وهستغلك وهزايد عليك، فبدل ما انا احط ميزانيه مثلا 10 جنيه عشان اجيب 3 4 لعيبه، لا الميزانيه ال 10 جنيه هتجيب لعيب واحد بس، وقد يكون اللعيب ينسجم او ما ينسجمش، ممكن يكون ماشي مع نادي كويس ويجي مع نادي الزمالك ما يمشيش كويس. وياما حصل عبر التاريخ لعيبه كانت مكسره الدنيا والجمهور طلبها وادارات الزمالك المختلفه جابتها وتلاقي اللعيبه دي مفيش ما قدرتش تحقق حاجه مع نادي الزمالك. فانا بقول لجمهور الزمالك اهدوا، الزمالك خارج من وضع صعب
فك القيد والفتره قليله بتاعه التفاوض، والانديه هتستغل دوت، ولو جبنا لعيبه من بره اللعيبه اللي من بره دي انا مش ليس دفاعا عن مجلس اداره نادي الزمالك، لكن انا بتكلم في العقلانيه في التعاقدات، بتكلم في العقلانيه في الطلبات اللي بتطلب. خلينا نشتغل يبقى في بلان شغال على نادي الزمالك يقدر يجيب لعيبه في الوقت الحالي تسد الثغرات اللي موجوده عنده، سواء في الدفاع او في مركز راس الحربه او في المراكز اللي حددها المدير الفني في النهايه، والمدير الفني مع لجنه الكوره هم اللي يقدروا يحددوا الاحتياجات ديت ايه هي. ممكن يكون الجمهور شايف ان احنا عندنا مثلا مشكله في خط الظهر، بس المدير الفني مش شايف المشكله دي، هو شايف ان في مشكله اكبر في مكان معين. فلما تيجي اداره الزمالك بتفاضل هتوجه التمويل الحالي اللي باقي بعد المبالغ اللي حضرتك قلت عليها الدفع الكتير قوي ده عشان فك القيد، هتيجي توجهها في مكان واحد، مش ينفع توجهها في المكانين، في ظروف ممكن اروح لانديه الانديه دي بترفض تمشي لاعبتها. فالموضوع كبير والموضوع صعب، فلازم يكون الناس مقدره دوت. انا مش بخلق مبررات عشان الناس ما تقولش ده انا طالع بدافع عن مجلس اداره نادي الزمالك او مبررات او بالعكس، انا بتكلم على المنطق اللي بيتكلم في الفتره الحاليه، نتكلم ازاي بمنطقيه وعقلانيه. ممكن انت موسم بتحدد اهدافك من الموسم دوت، انا عايز افنش الدوري في مركز كويس او اقدر انافس على الدوري، عايز انافس على بطوله الكونفدراليه، مكمل الموسم دوت عشان ابني فرقه واجي في نهايه الموسم اقف على عناصر تنفع تكمل معايا ولا ما ينفعش تكمل، واكون محدد اللعيبه اللي عايزها في نهايه الموسم، ابني فرقه بشكل جديد جدا. ده لا يبخس حق الاداره القديمه اللي اشتغلت وحاولت واجتهدت، ودي قناعاتهم، ووصلوا اداره جديده حاليا بتحاول تحل وتوصل وتعمل. فلا نلوم على السابق ولا نلوم على الحالي، وضع في نادي الزمالك حاليا عشان نخرج من الوضع ده لازم نكون عقلانيين في المطالب والمنطقيه اللي احنا نتكلم بيها، وايه امكانيات نادي الزمالك نحدد ده قدامنا. لو حددنا دوت هنعرف هنستريح كويس جدا، ونعرف نحل المشاكل اللي موجوده فيها، وهنتعامل مع الامر بشكل كويس جدا. نادي الزمالك في النهايه نادي بطل لازم يفوز بالبطولات اللي بينافس بيها، لكن مفيش حد بيفوز بكل البطولات في النهايه في كل السنه. صح. ممكن تفوز ببطوله وتخسر بطوله، فلازم يكون التوجيه في الفتره الحاليه احنا عايزين ايه من الموسم دوت عشان نقدر نعدي الموسم ده بسلاسه وسلام ونخرج منه، نبدا نطالب بقى بالسنه الجايه لا فريق يبقى قوي، فريق نقدر ننافس بيه. الزمالك زمان انا فاكر يا استاذ مينا لما قال فريق الاحلام وجمع كل لعيبه مصر ما خدش ولا بطوله. ايوه يعني في امثله كتير ممكن، باريس سان جيرمان بيحاول بيعافر، كان عنده ميسي نيمار امبابي يعني ما خدش في الاخر دوري الابطال، هو بالنسبه له مهم ايه يعني الدوري الفرنسي، ما بياخده من قبل اللعيبه اللي هي الاساطير دي. طيب عايزين نسيب الدوري المحلي ونادي الزمالك مؤقتا ونطير لكاس الامم الافريقيه، و يعني بالتاكيد مفاجات من العيار الثقيل، ويمكن منتخب مصر ومنتخب المغرب المنتخبين اللي نفدوا من المفاجآت، منتخب الجزائر ومنتخب تونس ودعوا بدري بدري. كان معانا مداخله، مش عارف هي جاهزه يا جماعه المداخله معانا دلوقتي؟ ماشي، معانا استاذ ادريس اللوماري نجم الوداد المغربي ومنتخب المغرب السابق عبر زوم. استاذ ادريس اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله على كل حال. دايما يا رب. تقييم حضرتك لاداء منتخب المغرب في دور المجموعات وحصول على 7 نقاط وتسجيل 5 اهداف مقابل تلقي هدف وحيد، يعني ده مرضي للجماهير المغربيه؟ بالنسبه للمنتخب اللي ظهر به المنتخب المغربي ليس هناك ثبات في المستوى. لأن فوجئنا بهذه المنتخبات الغير مرشحة التي فاجأتنا بأدائها وبأسلوبها وبطريقة لعبها وبأدائها وبالقتالية ديالها وبالفرديات المهارات الفردية التي أصبح يتوفر علينا بعد المنتخبات الإفريقية مثل مالي مثل موريتانيا مفاجأة البطولة مثل غينيا إكواتوريال التي هزمت البلد المنظم ب4 أهداف باش تنتصر على البلد المنظم الكوت ديفوار المدجج باللاعبين المحترفين الذين لعبوا على مستوى ويهزمونهم في عقر دارهم، فهذه بالنسبه 4 أهداف فهذه مفاجأة بالنسبة لي. ولكن النتيجة كانت مستحقة، لا ديال مالي مع الجزائر ولا ديال غامبيا، ما صرفوش انتصارات بس فوز مستحق. بالنسبة للمنتخب الوطني قلت أنا ليس هناك ثبات في المستوى، لأن كنعرفوا اللاعبين المغاربة الأغلبية اليوم كيتزادوا في أوروبا وكيمارسوا في أوروبا، وكنت قلت أنا سابقا في عدة منابر إعلامية هنا بالمغرب قلت العدو والخصم الوحيد
والخصم الشرس الذي يكون للمنتخب المغربي هو الحرارة والرطوبة. كنعرفوا الحرارة، تأثير الحرارة العالية والرطوبة خاصة في التوقيت اللي لعبوا فيه ضد كونغو الديمقراطية، كنعرفوا الرطوبة تكون عندها تأثير كبير على 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 لاعب كرة القدم. علاش؟ لأن هنا تيكون نقص في الأكسجين، وكنعرفوا الأكسجين ضروري إيصاله إلى المخ. ملي كتكون ديك الرطوبة ما كيكونش نقص في الأكسجين ونقص في التنفس، وبالتالي يسبب في تشنجات، يسبب في إرهاق اللاعب. وشن اللاعبين ضد الكونغو في ذاك التوقيت ديال الواحدة، زوالا بأن الفريق المغربي أصبح عاجز في الدقائق الأخيرة، لأن المنتخب الكوت ديفوار الكونغو الديمقراطي رفع الإيقاع في العشر دقائق الأخيرة، وهذا بالتالي تبين أن الجانب البدني هو مهم في كرة القدم العصرية. هل هناك سؤال؟ عايز اسال حضرتك، يعني شايف ازاي مباراه جنوب افريقيا القادمه يوم الثلاث 30 يناير ان شاء الله الساعه 10 مساء، ويمكن هيكون الوضع اهدى شويه من حته الرطوبه اللي وصلت تقريبا ل 85 و80% في المباريات اللي فاتت، وبالاخص مباراه منتخب المغرب ومنتخب الكونغو. بالنسبة للمقابلة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب جنوب إفريقيا، على الأقل تكون التوقيت التاسعة ليلا، على الأقل تكون الحرارة شوية ناقصة والرطوبة ناقصة شوية، ولكن حذاري 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 من المنتخب الجنوب إفريقي. جنوب إفريقيا فريق يلعب بالهجمة المنظمة، عندهم لاعبين سريعين، عندهم تقنيات فردية على أعلى مستوى، كيخلقوا كيوصلوا بسرعة للمرمى ديال الخصم. شنا المقابله الاخيره انتصروا باهداف واهداف اهداف جميله، شنا التحول من الدفاع للهجوم بواحد الطريقه سريعه، تستغلوا داك عدم التنظيم ديال الدفاعات ديال الخصوم ديالهم، وكيباغتوا، لان كنعرفوا كره القدم العصريه ولات مبنيه على عنصر المفاجاه والمبالغه، وبالتالي فريق المنتخب المغربي ينتظره امتحان واختبار صعب. وانا اوجه رسالتي هذه الى المنتخب الوطني والى وليد الكراكي، لان المقابله الاخيره ضد زامبيا كان هناك بعض اللاعبين بعد مثل اوناحي وبعد فوبفال يلجؤون الى اللاعب الاستعراضي. حذاري حذاري من هذا المنتخب، سوف يكون عقاب شديد، لان لا قدر الله، لان زامبيا البارح كانوا ينتظرون ان ينقضوا على المنتخب الوطني، لان بعض الكره الحاليه والكره العصريه كتعتمد على الواقعيه. ها افريقيا كنلعبوا على كاس افريقيا، ليس هناك مجال للاستعراض، ليس هناك مجال للانانيه، ليس هناك مكان للعب الفرديه. اذا بغى المنتخب الوطني يفوز بلقب ديال البطوله، يجب تكون هناك قتاليه، هناك لعب عمودي تجاه الشبكه، ما كنقلبوش على الاحتفاظ بالكره. كلهم هذه رسائل السيد وليد الكراكي، لان هناك جيل، هناك لاعبين على مشارف الاعتزال، وهذه لحظه تاريخيه باش يفوزوا بكاس كاس افريقيا. عطوا اشارات كبيره بان هناك انسجام، هناك روح، هناك قلب، هناك قتاليه، ولكن هذا لا يكفي، لان كنعرفوا المنتخبات الافريقيه، هناك مصر، الفريق المنتخب المصري الذي تعودنا عليه بانه كيظهر دائما في الادوار الاول الدور الاول بهذاك الشكل، ولكن مع توالي الدورات بانه يرفع من الايقاع ويرفع من الاسلوب ويتحسن دوره بعد دوره ويتطور بعده، لان كنعرفوا المنتخب المصري منتخب مختص في كاس افريقيا، وغالبا رغم ان ما تيكونش الاداء ديالو جيد، ولكن اللعب الواقعي القتالية باش كيلعبوا اللاعبين المصريين، كلهم هذه مؤشرات كتبين بأن فريق المنتخب المغربي غيكون رقم صعب في هذه البطولة. طيب خليني أسأل أو أعرف من حضرتك تفسير حضرتك، المغرب يعاني في أمم أفريقيا اللي أصبحت عقدة كده للمنتخب المغربي من سنة 1976 لم يتوج المنتخب المغربي بكأس أمم أفريقيا، ولكن لو على المستوى العالمي بنشوف أداؤه في كأس العالم يعني بيشرف العرب، ولكن بيجي عند بطولة أمم أفريقيا ويبقى فيه عقدة. إيه تفسير حضرتك للعقدة دي؟ إفريقيا لها طقوسها، افريقيا لها اهواؤها، ليس كاس العالم،
ليس هناك الطقس ديال اوروبا، ليس هو الطقس ديال افريقيا، الطقس اللي لعبوا فيه في قطر والخصوم اللي كانت في قطر، لان كنعرفوا الشراسه اللي كيلعبوا بها المنتخبات الافريقيه جنوب الصحراء، شراسه ما بعدها شراسه، وقتاليه ما بعدها قتاليه، لا يتركون لك المساحات، لا يتركون لك الممرات، لا يتركون لك الفراغات، هناك التحامات، هناك نزالات، لاعبين صراع بدنيا جاهزين، تقنيا تطوروا بواحد الشكل كبير، وبالتالي والمشكل الكبير اللي تيوجدوا المنتخب المغربي هو الطقس والحراره، لان اللاعبين كما قلت لك ازدادوا في اوروبا في اجواء بارده، تكونوا في اكاديميات في اوروبا، وبالتالي لماذا المنتخب المصري يفوز بالبطوله الافريقيه؟ عرفتي لماذا؟ لان اغلب اللاعبين اللي كيشكلوا المنتخب الوطني متاقلمين مع الجو الافريقي ومع الاسلوب الافريقي ومع الادغال الافريقيه ومع الاجواء الافريقيه، اغلب اللاعبين الزمالك اهلي بيراميدز كاع التشكيل ديال المنتخب الوطني متعود، وبالتالي كنعرفوا التاقلم والتكيف مع الاجواء الافريقيه ضروري، هذا هو العنصر المهم والوحيد الذي يجعل المنتخب المصري يفوز، لان متعود على اللعب الافريقي، متعود على الحراره والطقس والرطوبه الافريقيه، وبالتالي يجد سهوله في المشاركه والفوز بالبطولات الافريقيه، على العكس المنتخب المغربي اللاعبين شاهدناهم لا زياش باستثناء حكيمي، لان حكيمي سبحان الله هذه طاقة من عند الله وقوة من عند الله، ما أما باقي اللاعبين فشاهدنا، وكذلك أقرد هناك، لأن البطولة الإفريقية خصها عامل ذهني كبير باش تغلب على ديك الحرارة، رغم أن المدرب يحفزك ذهنيا، ولكن كيبقى اللاعب والشخصية ديالو والحرارة ديالو والقلب ديالو والإصرار ديالو هو اللي يخليه يلعب، لأن حرارة كما تنقولوا غير ما يمكنش يتحملها لاعب ذات أوروبا، والدليل شنا المنتخب الجزائري، ناوم المنتخب الجزائري محرز، كأنني لم أشاهد محرز، لم يلعب أي مقابلة، لم يظهر مقابلة، لم يظهر، لم يشكل أي خطورة، لم يكن مؤثر في أي مقابلة، وبالتالي هذا هو الخصم الأول والأخير للمنتخبات شمال إفريقيا باستثناء مصر. كلام حضرتك منطقي جدا، وإحنا يمكن شايفينه، وبطولة أفريقيا السنة دي مليئة بالمفاجآت، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن إدريس ألوماري نجم الوداد المغربي وأيضا منتخب المغرب السابق، بشكر حضرتك، نورتنا وشرفتنا. أستاذ أحمد، كلام مهم، وخليني أسألك السؤال الأوقع وتفسيرك لأداء المنتخبات العربية، وحضرتك موافق لكلام كابتن إدريس أنه 80-90% من مشاكل المنتخبات العربية وهي الرطوبة والطقس اللي مش متعودين عليه، ولكن دي شماعه ممكن، ما انا لسه كنت يعني هبدأ، انت براحتك، انا بسالك ده مش رايي على فكره، انا بسالك بحط الاراء قدامك. بص يا زميله، طبعا بنشكر الكابتن جدا، وكلام طبعا جميل، وهو اكثر خبره مننا طبعا. هو بطوله افريقيا دي لو سميناها هنقول التاريخ يسقط في بطوله افريقيا 2024 2023، التاريخ سقط خلاص فيها، يقول لنا انسوني، خلاص ما فيش الكلام دوت، في منتخبات وفي قوه جديده طالعه اشتغلت على نفسها بشكل كويس جدا، بشكل علمي، طلعت لعبتها في اوروبا وهم صغيرين، وهنا بنلاقي لعيبه محترفين حتى بيلعبوا في انديه درجه ثانيه وثالثه ودول صغيره، لكن في النهايه تم تجهيزهم بشكل احترافي، تم التعاون بشكل احترافي، جابوا مدربين صغيرين عندهم خبرات، شافوا فيهم مشروع ممكن يشتغلوا عليه، مش شرط ان انت تجيب مدرب كبير، قدروا يعملوا انجازات معاهم، فحته التاريخ خلاص النهارده لما بنلاقي غانا والجزائر وتونس بيودعهم الدور الاول، دي يعني في تغيير بيحصل في افريقيا. لما نلاقي ان غينيا الاستوائيه مصدره مجموعه فيها نيجيريا وكوديفوار اللي هي صاحبه الارض وبتصعد بشق الانفس، هنا لازم نحط مليون خط ان الناس دي شغاله صح واحنا لا. لما نلاقي ان الراس الاخضر بتتاهل اول على مصر وغانا، في حاجه غلط. لما نلاقي ان كله يا بيه، كله يعني كله يعني كله، انت مش لاقي حد، ما تدورش، هو بس باستثناء منتخب السنغال، يعني السنغال ومالي والمغرب، واعتبر برضه المغرب كان فيها مفاجآت برضه المغرب كسبوا اخر مباراه وكانت الدنيا بالنسبه لهم صعبه، شفناهم قدام الكونغو بيعانوا بشكل كبير جدا، قدام كانوا يخسروا، كانوا يخسروا قدام الكونغو اخر 10 دقائق، كانوا يخسروا، فلا في الكوره بتتغير في افريقيا، شغالين صح،
انا بقول لك شمال افريقيا شغال غلط لحد دلوقتي، ما زلنا محافظين على اللعيبه للانديه المحليه بتاعتنا. لو احنا بنضيع على منتخبات بقى، سيبك من اهلي وزمالك ووداد ورجاء وافريقي وترجي والكلام ده كله، لا احنا ما زلنا بننافس بعض داخل القاره وسايبين المنتخبات بتاعتنا. لما بيطلع لعيب من عندنا وبيطلع بالصدفه محترف بره، بيطلع والانديه بتطالب بمبالغ كبيره فاللعيبه بتقف، انما هم هناك اطلع احترف روح جرب نفسك فبياخد خبرات. اوروبا مختلفه عن هنا. لو بصينا كاس اسيا بتتلعب معانا في نفس التوقيت دور ال 16 بتاعهم، منطقي الكبار بتوع اسيا هم اللي متاهلين. منطقي جدا، السعوديه، كوريا، اليابان، قطر، البحرين، الامارات، يعني اوزبكستان برضه من الدول الكبيره اللي بتتاهل طبيعي. مفاجات بسيطه 16. جدا يعني ما زي حد فلسطين، فلسطين دخلت، بس لازم يتأهلوا لان 16 فريق بيتأهلوا، فلازم هتلاقي الناس بتتأهل بالطريقه ديت، هتلاقي منتخبات صغيره بتتأهل، انما الكبار بتوع اسيا متأهلين كلهم. فالنهارده بص على بطوله اسيا وبص على بطوله افريقيا، لا بطوله افريقيا في تغيير لان افريقيا فاتحه الاحتراف بعكس اسيا، اسيا برضه قافله على بعضيها اللعيبه فهم شبه بعض. هتلاقي اليابان والطفره اللي عملها الدوري السعودي برضو الفتره اللي فاتت خلت اللعيبه برضو برايورتي او اولويه عايزين نروح السعوديه which is اسيا اسيا تمام. فلا لازم نكون منطقيين، في تغييرات بتحصل كبيره جدا. حته الرطوبه اللي حضرتك قلت عليها ايوه انا شايفها شماعه، لان احنا طول عمرنا بنلعب في افريقيا، طول عمرنا بنلعب في الاجواء ديت، طول عمرنا متعودين على الحر في افريقيا، طول عمرنا متعودين على الرطوبة العالية في افريقيا. مفيش بطولة ما رحناهاش في افريقيا الا وكان فيها نفس الاجواء، اللعيبة نفسها، لان معظم المنتخبات العربية لعيبة محلية. انا افتكر في مباراة كانت مع الزمالك في من حوالي 7 سنين 8 سنين، كان كابتن عبد الواحد جون بتاع الزمالك كانت في انجولا في عز النار، كان ميدو تقريبا المدير الفني في التوقيت دوت. درجة الحرارة كانت بتاكل الجزم، كانت اللعيبه حاطين تلج بيطلع يحط رجله في التلج عشان الجزم بتسيح. وحصل كان الملعب كمان نجيله مش طبيعي، نجيله صناعي فالترتان نار. فاللعيبه متعوده على دوت. انا في نص لعيبه الزمالك تقريبا جالهم حروق في رجلهم من تحت والجزم ساحت، الجزم كانت بتسيح بجد. كانوا بيطلعوا يحطوا رجلهم في تلج جرادل تلج عشان يخففوا الرطوبه واللي هي درجه الحراره العاليه جدا. فاحنا متعودين على الاجواء ديت. بطولة افريقيا هتلاقي لما كانت بتلعب في زامبيا، لما كانت بتلعب في بوركينا فاسو، لما كانت بتلعب في نيجيريا، لما كانت بتلعب في الجابون، نفس الاجواء هي هي، وكانت المنتخبات العربية عاملة نتائج كويسة. لا احنا لازم نكون منطقيين، لا رطوبة ولا درجة الحرارة ولا الكلام ده كله، ده احنا متعودين على دوت. لا في تغيير بيحصل في افريقيا واحنا اللي ماشيين غلط كمنتخبات عربية. ما تبص تلاقي منتخب مصر بقيمته وقوته واللعيبه بتاعته اللي موجوده دي هم اللي ابطال افريقيا، هم اللي مسيطرين على بطولات افريقيا المحليه، تلاقي ان منتخب مصر داخل فيه في 3 ماتشات 6 جوان. لا في حاجه غلط، لازم توقف. بنلعب الساعه 7 على فكره، مش بنلعب يعني وبنلعب بالليل كمان، مش بنلعب الصبح. فهتلاقي لا في وضع غلط. انت لو بتبص هتلاقي مثلا منتخب السنغال تقريبا لعب ماتشاته ماتشين لعبهم بدري، منتخب المغرب لعب ماتش بدري وماتشين متاخر. فلا لا في وقفه لازم نوقفها، ما نحطش الشماعات. المنتخبات العربيه في خطر. في حاجه تانية كمان لو بصينا عليها في المنتخبات العربيه، معدل اعمار المنتخبات العربيه كبير مقارنه بالمنتخبات الافريقيه دي، بيعتمدوا على الخبرات بس. يعني شفت منتخب تونس تقريبا بيعتمد، او منتخب الجزائر بيعتمد على الخبرات. يعني احنا منتخب مصر تقريبا احنا بنتكلم، لو بنتكلم على خبرات فبنتكلم عن صلاح، شناوي، تريزيجيه، وخليني اقول ان هم وحجازي معاهم يعني اعمار مش اللي هي نقدر نقول اوفر زي ما بنشوف منتخبات تانية، ولكن عندنا بقيه اللعيبه، عندنا زيزو، امام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطيه، كل دي لعيبه يعني تقريبا بتشارك للبطوله التانية فلسه صغيرين. بس السؤال الاوقع، وخليني انا عارف انك مستني سؤال زي ده، شفت ازاي بكل صراحه ووضوح ازمه محمد صلاح في ظل الهجوم على اللاعب ومنتخب مصر؟ واكيد قبل ما تدخل الهوا شفت البوست بتاعه على انستجرام واكس وفيسبوك، هو نزله هو شايف البروباجندا دي كلها ازاي؟ وجهه نظرك الصريحه. بص لا نختلف ان محمد صلاح حقق ما فشل فيه جميع لعيبه مصر عبر التاريخ، تمام؟ والله اعلم حد هيحقق ده تاني ولا لا. تمام؟ الهجوم اللي بيتم على محمد صلاح في بعض الاوقات انا شايفه هجوم، مش عايز اقول في غيره، في حاجه غريبه. تمام؟ يعني هجوم في حاجه غريبه. التصرف اللي تم تصرف خطا. التصرف انه يروح ليفربول كان لازم الاعلان، محمد صلاح لما يطلع في المؤتمر كان هو اللي يعلن.
مش ليفربول اللي مش ليفربول اللي يعلن، واعلنوا قبل المباراه قبل المباراه. كان لازم اتحاد الكره المصري هو اللي يعلن، ده الخطا اللي حصل. لكن انا بقول هو تصرف منطقي، ان انت لعيب مصاب مش هيكمل البطوله معاك. واللي زود المشكله التصريح اللي قاله يورجن كلوب. يعني يورجن كلوب لو كان قال محمد صلاح اتصاب وهيتم اعادته لليفربول للعلاج، لان الظروف في كوت ديفوار لا تسمح بعلاجه واصابته اكبر من الامكانيات اللي موجوده هناك، لحد هنا التصريح كويس نعديها. لكن لما قال لكن لو منتخب مصر وصل النهائي او قبل النهائي هنرجع محمد صلاح، هنا دي المشكله. انت اعلنت واديت قرار، بس خلينا نمسك في النص الاولاني. على فكره كلامه غير منطقي بالمره، يعني صابت الخلفيه لو كلمت اصغر دكتور في مصر لسه متخرج وتساله تقول له اصابه الخلفيه الحاجات بدائيه اللي هي البسيطه اللي محمد صلاح مش بنتكلمش بعد شر في مزق او حاجه كبيره، لا هو عنده شد بسيط في العضله الخلفيه وتقريبا هيرجع بتاهيل. التاهيل اللي محمد صلاح هيعمله في ليفربول يعمله عادي في ده، يعمله في البيت، يعني ما اقصدش مش قصدي اقل حاجه، يعمله في كوت ديفوار عادي، يعمله في فندق الاقامه، لانه مش حاجه شد، ومع الوقت او مع التمرينات معينه هيرجع. فلو هنمسك نص الجمله الاولاني بتاع كلوب، لا هو مبالغ. ما ده انا بقول لك، بتقول ان هو مش هنعديه، لا يعني هو ما انا بقول لك ايه، يعني لو هنعديها يعني خلينا نفترض ان احنا هنعديها. انت صح على فكره وانا متفق معاك تماما، بس يعني ما تعديش. بحاول يعني بحاول ان هو ايه، يعني ناخدها حته حته كده. طب عدي لي ديت، طب الثانيه ما تعديش. يعني انت الاولانيه عديناها لك وسكتنا، الثانيه سيئه. وبعدين مش انت اللي تعلن، مع احترامي مش هو اللي يعلن، يا اتحاد الكره المصري اللي يعلن، يا اما محمد صلاح اللي يعلن. انما نلاقي الاعلان جاي ولا كان الاسلوب في التعامل فيها مش صح. انا بعتب على بالك وليه سابقه قبلها، يعني لما بيقول لك انه عايزين صلاح يرجع بدري بدري. ف ما انا بقول يعني بالنسبه لي اخسر كل بطولاتك وماتشاتك، واخسر اطلع اخر الدوري، واخسر تشامبيونز ليج. منتخب مصر بالنسبه لي وبالنسبه لنا اولويه، مش عايز اقول يعني مالناش دعوه بحد تاني، ولكن اخسر كل حاجه، انزل درجه تانيه. انا بقول لك هو الاعلان كان خطا، وبلوم على اتحاد كره القدم المصري ان هو سمح ان ده يحصل، وكان لازم يتم اتخاذ موقف بعديها. يعني انا كنت شايف ان ابسط موقف ان هو كان يتعمل، لا محمد صلاح مكمل في كوت ديفوار، لان انت اللي اعلنت. حتى لو في اتفاق بيننا وبين بعض، المفروض لما يبقى في اتفاق واللعيب مع على ذمه المنتخب يكون الاعلام من خلال منتخب مصر. حتى لو في اتفاق، ده اتفاق بيتم ما بين نادي وما بين منتخب، وياما حصل اتفاقات بتتم ما بين انديه وما بين منتخبات في حاجات كتيره جدا، سواء جوه مصر او بره مصر. لكن انا بقول لك يعني الموقف ممكن يعدي لو كان اتحاد الكره المصري هو اللي اعلن، او محمد صلاح هو اللي اعلن. لكن اعلان يورجن كلوب ده انا شايف انه تصرف خاطئ. المشكله مش في الاعلان بس، لا الموضوع نفسه. يعني انا عايز اسالك بقى بصراحه خلاص عشان نقفل الموضوع صلاح ده، التوبيك نفسه او الموضوع نفسه، انه محمد صلاح سافر يتعالج في ليفربول وساب المنتخب عشان شد في الخلفيه واحتمال يرجع في خلال 10، احنا بنتكلم في كام يوم؟ لو ان شاء الله يا رب يا رب رحنا النهائي، نهائي يوم 13 فبراير تقريبا او 12 فبراير، انت بنتكلم في 14 15 يوم. مليون المية مليون المية شد اللي في العضلة الخلفية بالمنظر ده يخف في 10 أيام إن شاء الله. فأنا عايز أسألك سؤال صريح وجاوبني إجابة صريحة. شايف إنه ده كان من الطبيعي إنه يحصل إنه يسافر؟ كان من الطبيعي لو 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 في ترتيب أفضل من كده وإعلان أفضل من كده، لو الإمكانيات هناك ما تسمحش. مش ناوي جاله خلع في الكتف؟ أنا هقول لك أهو. وقال لك أنا إن شاء الله عايز أرجع أبقى وسط يعني وسط. أنت قلت كلمة مهمة، أنت قلت كلمة مهمة في الموضوع. انا بقول طبيعي لو في اتفاق ومشي بالشكل الرسمي ان مصر هي المسؤوله وهي اللي تعلن. لكن انت قلت كلمه مهمه برضو، ده شد. احنا جايبين مخطط احمال عندنا ليه؟ جايبين علاج طبيعي في المنتخب ليه؟ معانا دكتور شاطر جدا. ماشيهم بقى وكل لاعب يحصل له حاجه يرجع مصر، زمالك اهلي او بره. هي كان تصرف خاطئ، وكان ممكن يتم علاج الموضوع افضل من كده، وما نخلقش ازمه لمنتخب مصر فوق ازمته اللي هو فيها. يعني احنا عندنا أزمة فعلية مع المنتخب، النتائج واللي بيحصل في البطولة، لكن احنا خلقنا أزمة أكبر ضغطت على اللعيبة وضغطت على 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 كل المنظومة الكرة المصرية اللي موجودة في كوت ديفوار هناك في بطولة كأس الأمم الأفريقية. فأنا بتفق معاك إن كان الموضوع ممكن يتم حله بشكل أفضل من كده بكتير جدا. أخطأ اتحاد الكرة في التعامل معاها، أخطأ اتحاد الكرة في التعامل معاها بشكل كبير جدا. لكن ممكن يكون محمد صلاح بيتعامل معاملة مختلفة، محمد صلاح بيتعامل معاملة مختلفة في منتخب مصر، وهم رضخوا لبعض الأمور، وده خطأ. هندفع ثمنه لو لا قدر الله منتخب مصر ما عدش. إن شاء الله ناخد البطولة،
ده ملوش علاقة تماما بالتقليل بأسطورة من أساطير الكرة المصرية، وأسطورة تقريبا لن تتكرر من وجهة نظري. وصلاح عمل اللي ما اتعملش وصعبها على اللي جاي، وناخد تشامبيونز ليج ويطلع مركز تاني تشامبيونز ليج والدوري الإنجليزي، صعد كأس عالم ناقصاه إن شاء الله أمم أفريقيا، وحبه وخوفه لمنتخبنا الوطني بان في الفيديوهات اللي كانت انتشرت هي دي وهو في المدرجات. بيبان يعني دي بقى بره عن اي حاجه، هو واحد قاعد ماسك الموبايل مستني يشوف كره مصطفى محمد هاندبول ولا لا. محمد صلاح اسطوره لن تتكرر، ولكن من العشم والغيره والحرقه على منتخبنا الوطني بنحطه قصادنا فوق اي حد وفوق اي حاجه. ازاي الجهاز الفني منتخبنا يستعد لمباراه الكونغو؟ خليني اقول خلاص، المباراه الجايه مباراه كؤوس ولن تعوض، والحسنه اللي طلعنا بيها من الثلاث مباريات اللي فاتوا ان احنا ما خسرناش. الكونغو ما خسرتش برضه. على فكره احنا والكونغو، مجموعه مصر والكونغو متشابهه بشكل غريب جدا. المغرب اول، راس الاخضر اول، 7 بونت و7 بونت. مصر والكونغو متاهلين تاني المجموعه بثلاث نقط، الاثنين اتعادلوا. كان يمكن منتخب الكونغو جاب جونين ودخل فيه جونين، يعني هو دفاعه قوي متماسك نوعا ما. فارق صفر يعني. فارق صفر. منتخب مصر دخل فيه 6 وجاب 6 جوان، ف يعني ظروف متشابهه في التاهل. لكن منتخب الكونغو كان لسه بنتكلم ان هو مع المغرب عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا، واحرج منتخب المغرب القوي اللي قدم اداء اسطوري في كاس العالم. فانا شايف ان مباراه صعبه على منتخب مصر، لازم يتعامل معاها الجهاز الفني بواقعيه، لازم يكون في حلول لمشاكل خط دفاع منتخب مصر اللي بيستقبل اهداف بشكل سريع جدا، عنده اخطاء بتحصل بشكل كبير جدا. وبعدين احنا شفنا المنتخب في الثلاث ماتشات عمل تغييرات مستمره في الاطراف، مره محمد هاني، مره عمر كمال، مره فتوح، مره حمدي، محمد حمدي، وبيبدلهم في قلب المباراه. لكن قلبي الدفاع مستمرين، زيزو، مصطفى فتحي، يعني بتكلم على الحته اللي ورا، عمل فيها تغييرات كتيره جدا في الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا. لكن اصر على قلبي الدفاع حجازي وعبد المنعم، وانا شايف ان هم مفيش انسجام ما بينهم الاثنين، الاثنين شبه بعض بشكل كبير جدا. وما ينفعش تلعب في بطوله زي بطوله افريقيا ديت باثنين بيلعبوا بنفس الاسلوب نفس الاداء، لازم يكون في تغييرات. مش مشكله انت عمال بتغير كل ماتش، بتغير وبتعمل حلول مختلفه. انت بدات بزيزو، بعد كده زيزو قعد احتياطي، ده دفعت بمحمد بمصطفى فتحي ماتش مكان زيزو ما نزلش، ونزلت يعني عملت تغييرات تقريبا في حاجات كتيره جدا. مره لعب مروان عطيه والنني قعد بره، النني بدا، مش يعني انت بتغير في كل حاجه تقريبا. مصطفى محمد والاثنين بتوع قلب الدفاع هم اللي ثابتين، ومحمد صلاح قبل الاصابه بتاعته تقريبا هم اللي ثابتين، كله بيتغير. فانا شايف ان انت محتاج تبص للنقطه ديت، محتاج تبص ان سبب المشكله اللي عندك قلب الدفاع لازم تبص لها، غير. لكن لو مش هتغير في النهايه انت بتتحمل المسؤوليه. لكن احنا بنتكلم من ان احنا كلنا طمعانين في منتخب مصر، كلنا خايفين على منتخب مصر، شايفين قدامنا طريق سهل جدا. ان انت لو عديت الكونغو هو نظريا يعني سهل. هو نظريا سهل يعني، لكن واقعيا انت بتتكلم في دور ال 16 ودور الثمانية، شوف السيمي فاينل هتتخض. عايز اقول لك حاجه، منتخب غينيا الاستوائيه اللي احنا بنقول عليه جايب 9 تجوان في 3 ماتشات، وعنده 7 بون في مين؟ في نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا، يعني جايب 9 تجوان يا جماعه. منتخب قوي جدا 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 جدا، منتخب بيلعب منهم 4 في البلد المستضيفه في كوت ديفوار. يعني انا ما كنتش بتفرج على الماتش، فحد انا اتفرجت عليه. لا انا ما اتفرجتش على الماتش، لا غسيل ومكوى. انا بقول لك انا اتفرجت، انا جاي لك بقى من الماتش، قلت يا كوت ديفوار خلصت بدري، قال لي لا ده الغينيا. غينيا غسيل ومكوى يعني. في اخر 30 دقيقه او 20 دقيقه 25 دقيقه هي كوت ديفوار ما جاتش، هي بس جت منظمه البطوله واستعداد كويسه. منتخب غينيا بيلعب لوحده صدقني. اي ثرو باس من نص الملعب، اي اوفرلاب من الجون على طول. غينيا الاستوائيه لو بصيت عليها من 2017 هتحس المنتخب ده جاي عنده حاجه. كانوا بيلعبوا كرة مختلفة، كرة فيها النظام شكل كبير جدا، المحترفين بيفرقوا. نقطة المحترفين فعلا هي دي فرقة معاهم بشكل كبير جدا، سن صغير ولعيبة صغيرة احنا عندنا لو بصينا على المحترفين بتوعنا نلاقي مصطفى محمد ربنا يحميه يا رب، ربنا يكرمه ان هو يبقى هداف البطولة وخلاص قريب منها. يعني ربنا وكرمه منتخب مصر كمل 3 جوان تاني، ما حصلش من سنين طويلة جدا ان في لعيب في مصر بيجيب في كل ماتش جون في نهائي كأس الأمم الأفريقية. تقريبا جده اخر واحد جده. ف يعني الحمد لله عندنا مصطفى محمد، اتمنى ان هو يبقى هداف البطوله ديت، ماشي بشكل كويس جدا، فارق مع منتخب مصر.
بشكل كبير. عندنا عمر مرموش حاجه كويسه محترف، تريزيجيه برضو موجود، هتلاقي هم اللي صانعين الفارق شويه مع منتخب مصر. اللعيبه المحترفه بره هم اللي صانعين الفارق بشكل كبير جدا مع منتخب مصر، اللي بياخدوا دور كبير جدا ومكملين في الماتشات بشكل مستمر. نتمنى ان روي فيتوريا في مباراه يوم السبت يكون عنده حرص، هو اكيد حريص على نفسه وعارف يوم الاحد، يوم الاحد يوم الاحد سوري، يبقى حريص على نفسه اكتر مننا. اخذ فرصه راحه كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت دي، من اخر ماتش لعبناه لحد النهارده قدام الراس الاخضر، خد فرصه راحه كبيره جدا. اللعيبه في راحه اكيد، عمل استشفاء، خرجوا اللعيبه بره جو الضغوط اللي اتعملت بالعزومه اللي عملت دي حاجات بتفرق مع اللعيبه على فكره في الضغوط المشحونه ديت. هو مضغوط باين عليه في الكادرات بتاعته، سواء في المؤتمرات لما بيحضر او في الماتشات، هو مضغوط بشكل كبير جدا. ضحك ساعه مباراه موزمبيق اللي هو يعني استغرب، يعني انت بيدخل فيك اهداف فجاه، لما جه الجول الثاني كمان انت في ثلاث اربع اهداف، ثلاث اربع دقائق كام باك في خساره، فجاه انت بقيت خسران بعد ما كنت ثلاثه بونت كده في جعبتك واول مجموعه. ولكن خليني اسالك سؤال صريح، تعال نحط تشكيل من وجهه نظرك، تعال نحط تشكيل. من وجهه نظري اعتقد، واسالك كام سؤال في كل مركز وانت بتقول. خط الجول كيبر اللي هو بوزيشن حارس المرمى، اعتقد ان محمد ابو جبل هيبقى هو الاقرب للعب بحكم الخبرات الافريقيه اللي خدها والبطوله الاخيره اللي كان موجود فيها. فاعتقد ان محمد ابو جبل اقرب من صبحي في ان هو ياخد بحكم الخبرات الافريقيه. يعني لو هتميل للخبرات الافريقيه وللعب ماتشات اكتر والضغوط في وضع المنتخب حاليا، اعتقد ان هو محمد ابو جبل هيكون اقرب يعني في التواجد. وكمان عنده ثقه في نفسه في البطوله، نزل، تعالى خليني اقول لك، خليني اقول للساده المشاهدين، شفت له لقطات نزل كوتيفوار، جاباسكي الناس بتنادي عليه وعارفاه حتى لو مش متابعين الدوري المصري، ولكن هو عمل طفره في كاس الامم اللي فاتت ومعلم معاهم. طيب اربعه في خط الظهر، واحنا نبداها من الشمال لليمين، فتوح حمدي فتوح، انت شايف ايه؟ لا شايف فتوح هو الاقرب والافضل يكون موجود مكان محمد حمدي. محمد حمدي لعيب كويس جدا، لكن محمد حمدي مش مستحمل ضغوط البطوله، وواضح ان لا فتوح عنده خبرات اعلى، حتى لو كان فتوح بعيد شويه عن الماتشات الفتره، بس خبرات فتوح ومشاركاته والماتشات اللي لعبها، كم الماتشات الدوليه اللي لعبها سواء مع المنتخب او مع ذلك، لا ترجح كفه فتوح بافضليه كبيره جدا واكبر من محمد حمدي بشكل كبير جدا. اعتقد ان خط الظهر محتاج نظره، يا حجازي وجنبه ياسر ابراهيم او علي جاب، يا عبد المنعم وجنبه ياسر ابراهيم او علي جاب. طب انا شايف ان عبد المنعم وياسر الاوقع، اثنين لعيبه بيلعبوا في نفس الفريق، حافظين بعض، بيلعبوا مع بعض، اثنين لعيبه صراع، ده وجهه نظري. انا بتفق معاك، انا ميال للراي يعني ياسر وعبد المنعم، يعني مع ان ياسر انضم مؤخرا برضه حاجه يعني، بس هو انا اقول حاجه للامانه، ياسر ابراهيم احق ان هو يتواجد في منتخب مصر. انا كنت استبعاد ياسر ابراهيم كان بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا ان هو مش موجود، بس مش منطقي ان هو ياخده مؤخرا ويلعبه مع اول تغييره، يعني هو اصلا حاطه كان اخر خياراته، ما كانش هو بياخد لعيبه ما بيدخلهاش. يعني محمود حماده موجود في منتخب مصر في كل التجمعات ما بيلعبش، ما برضه مش منطقيه، انا باخد لعيبه مقتنع بيه. يعني انا ممكن مثلا اخد لعيب بره السكور اصلا، يعني بره السكور انا ممكن اخد لعيب من الاهلي والزمالك واحد له في الملعب موجود بيلعب ماتشات افريقيا عنده خبرات ما بلعبوش، طبيعي طبيعي يكون موجود بصراحه، يعني من خبرات اللي موجود فيها، او من بيراميدز مؤخرا عنده خبرات موجود فيوتشر موجود برضه في بطولات افريقيا بقاله سنتين فعنده خبرات. لكن لعيب بيلعب في الدوري المحلي وفريقه متاخر في الجدول ومصمم ان انت تاخده وبره السكور، لا في حاجه غلط عندك. فهو بيدخل لعيبه وما بيدخلهاش السكور، فانا شايف ان هي ثنائيه، ممكن اتفق معاك تماما، ثنائيه عبد المنعم مع ياسر ابراهيم او هو بقى هيلعب يمين وافضل، اعتقد انه هيلعب بالاثنين عبد المنعم وحجازي، هيصر عليه هيصر عليها ومش هيغيرها. وحجازي طيب، عمر كمال محمد هاني، شايف ان المباراه دي محتاجه عمر كمال افضل، عنده سرعات وعنده لياقه بدنيه افضل افضل، ويقدر يتعامل مع المباراه اكتر من محمد هاني. محمد هاني بيحب الماتشات اللي فيها كوره اكتر، ماتش الكونغو الديمقراطيه مش هيبقى فيه ده، هتبقى خناقه بدنيه بين الفرقتين. أربعة في نص الملعب، هو هيلعب بثلاثة في نص الملعب مستمر بيهم الثلاثة، أعتقد بعد إصابة إمام عاشور هيكون حمدي فتحي ومروان عطية، وممكن يتواجد معاهم بشكل كبير جدا محمد النني ياخد دور، هيلعب بأداء دفاعي أكتر في نص الملعب، هيميل للدفاع أكتر في نص الملعب، خصوصا إن إمام عاشور هيأثر معاه في الحتة، كان بيقوم بأدوار دفاعية وهجومية، فهو هيستبدل دوت بتواجد الثلاثة في نص الملعب، لكن أتمنى ما يعملهاش. طيب. اتمنى يحط زيزو ليه دور، لان زيزو بيعرف يقوم بالادوار الدفاعيه بشكل كبير جدا، بس مش مقتنع بيه في ملعب، مقتنع بجناح
تعالى سريعا نكمل التشكيله عشان الوقت بيروح مننا. وينج يمين وينج شمال؟ لا مفر من زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد الثلاثه. خلاص وانا مع ان تريزيجيه يظن ورقه لاستخدامها زي ما حصل تريزيجيه الماتشات عبر تاريخه اللي بيبدأ اساسا مع منتخب مصر ما بيأديش زي ما بيكون بديل. انا شايف ان هو ورقه رابحه ما نخسرهاش ونقدر نستفيد بيها بشكل كبير جدا. ونزوله وهو بيصنع الفرق اعتقد ان هو هيعمل ربكه لكل المنتخبات اللي بنلعبها. يعني بنتمنى اكيد التوفيق لمنتخب مصر، ويمكن كلام حضرتك كلام واقعي جدا وانا موافق عليه وابصم عليه كده بالعشر صوابع. استاذ احمد الاحمر الناقد الرياضي، استمتعت وانبسطت ان حضرتك كنت معانا النهارده، وللاسف الوقت الحلو عدى بسرعه. انا اللي بشكر حضرتك جدا ومستمتع بالحوار مع حضرتك جدا، وحاجه محترمه وبشكرك على كده ان انت متفق معايا. يعني دي شهاده كبيره جدا طبعا، وعايز اقول لك اسمك كمان مميز. يعني ربنا يخلي حضرتك، الله يخليك، انت متالق ودايما متالق كده، وحاجه جميله وقناه نادي الزمالك منوره. تحيه، بتقدموا حاجه جميله جدا انا بستمتع بيها دايما. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا. اعزائي المشاهدين، للاسف خلصت حلقتنا النهارده، ولكن بكره وطوال ايام الاسبوع معاكم. بفكر حضراتكم بكره ان شاء الله الساعه 3 مباراه نادي الزمالك والرجاء المغربي مذاعه على قناة نادي الزمالك، استوديو تحقيق الساعة 3 إن شاء الله، المباراة الساعة 4. الوقت الحلو بيعدي بسرعة، توحشوني جدا جدا جدا، أشوفكم على خير، دام شغفكم، سلام.